معنا عبر الهاتف من المنام وحيد البلوشي خبير المعلوماتية. مرحبا بك معنا سيد وحيد. الهاشتاج اليوم الذي بدأ على تويتر وبدأ بعده بالانتشار على باقي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أي درجة بات وسيلة مؤثرة على مستوى على كافة المستويات، على مستوى الأفراد، على مستوى المؤسسات، وعلى مستوى الحكومات أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نستطيع أن نقول أخي الفاضل أن الهاشتاج أو الوسم أصبح الآن هو يعني يضعه الجميع نصب أعينهم، سواء كان يعني أصبح هو المحك الرئيسي لأي وسم أو أي عنصر يدخل أو مدير أو صاحب موقع أو علاقات عامة، ينظر إلى الهاشتاج رؤية أنه هو الكنز الذي يجب أن يستحوذ عليه ويتابع بشكل دائم. نعم، لأنه صار هو معيار للتنافس حقيقة، معيار للوصول أو عدم الوصول، النجاح أو الفشل. وهذه الوسيلة عن طريق استخدام الوشم أو الهاشتاج أثبتت نجاحتها وقدرتها على الوصول إلى يعني أبعد الأماكن، حتى أن حكومات بعض الدول بدأت تغير قرارات بناء على مطالب كانت على تويتر أو بعض المناشدات ربما أو شركات تجارية حققت انتشارا واسعا عن طريق استغلال هاشتاجات معينة منتشرة أو بدأت بالانتشار، صحيح؟ نعم صحيح صحيح، لأنه هو يدل على أن هناك توجه أو رأي عام يتكون أو يكون من خلال الوسم أو الهاشتاج. لذلك أحيانا بعض الحكومات تطيح بسببها للأسف، يعني أو لحسن الحظ لبعض الحكومات. وأيضا هناك قضايا تثار وقضايا يتحرك من أجلها بسبب صحيح يعني التفاعل مع هاشتاج معين أو عدم التفاعل أيضا. طيب، ما الذي تنظر إليه بالنسبة لمستقبل هذه الوسيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ لن نتحدث عن مستقبل باقي مواقع التواصل الاجتماعي، فالموضوع كبير جدا، ولكن عن مصطلح الهاشتاج وطريقة استخدامه مستقبلا وباختصار لو سمحت. اعتقادي أنه سينمو أكثر من هذا، لأن كثير من المواقع التواصل الاجتماعي سوف يعني تكون تتبناه أكثر من قبل. شكرا جزيلا وحيد البلوشي. نعم، شكرا جزيلا لك، سأكتفي بهذا القدر لضيق الوقت. وحيد البلوشي خبير المعلوماتية متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من المنامة، شكرا جزيلا لك.